وأما بالنسبة إلى المسائل الشرعية، حيث أن هذه الأيام أيام العبادة وأيام الصيام وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هنالك مسائل يسأل عنها عادة. إحدى هذه المسائل أن الإنسان هل يحق له أن يستعمل المعجون في نهار شهر الصيام في أيام الصيام أو لا يحق له ذلك؟ الجواب على ذلك أنه الحلق في اصطلاحنا إحنا يختلف عن الحلق في الاصطلاح الفقهي. إحنا عندما نقول حلق يعني الفم، في الاصطلاح الفقهي الحلق يبدأ من مخرج الخاء. إذا واحد يريد يعرف وين مخرج الخاء، هذه قاعدة عامة في علم التجويد، أنه قبل الحرف أضيف همزة مفتوحة يتبين مخرجه بالضبط. يعني إذا واحد أراد أن يعرف مخرج الخاء بالضبط يضيف قبل الخاء كلمة الهمزة المفتوحة فيقول أخ، هنا يتبين بدقة مخرج الخاء. إذا الماي والمعجون وأي شيء آخر، المرأة تريد أن تذوق الطعام في المطبخ، إذا ما وصل إلى مخرج الخاء ما بيشكل، أما إذا وصل إلى مخرج الخاء ففيه إشكال ولا يجوز ذلك. فإذا الإنسان الذي يتمضمض أو يستعمل المعجون يجب أن يواظب أن لا يصل الماء إلى مخرج الخاء.